زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. المنتخب التونسي نحكيو فولي. المنتخب التونسي عاد بتأهل باهر من المنتخب من مصر بالذات ضد المنتخب المصري في البطولة التأهيلية اللي كان احتفظتها العاصمة القاهرة بالذات. منتخبنا تأهل الأولمبياد وفوز في جميع المقابلات. معنا بالتليفون اللاعب الدولي وقائد المنتخب حسني قرموصلي نحكيو معاه أكثر التفاصيل على البطولة هذه. أهلا بك حسني. مرحبا عايش. شنو الأمور خويا؟ والله الحمد لله تعبوا برا. باهي اول حاجه حسني كنت محظوظ لهنا بعد بطوله افريقيا ما عرفتش قلت باش تعتزل لقيناك من جديد في المنتخب. شنو صار في الحكايه هذه قبل ما نحكيو على بطوله التاهيليه الاولمبياد؟ والله هو اللي حكينا فيه صحيح معناتها قررت اني نعتزل بعد بطوله العالم لكن بعد كي روحت لتونس قعدت مع رئيس الجامعة حكينا قال لي راه عندنا دورة مهمة للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية حشنا بيك معنا كلاعب لهنا واحد ما عادش يلوج على مصلحة تولي مصلحة البلاد قبل كل شيء. خممت هكاك قلت نكمل الدورة هذه ومن بعد نشوف شنو نعملوا. مازلت معنا وهذاك اللي صار معنا مازلت عاش باش تكمل الأولمبياد ولا باش تكمل مازلت عاش انت؟ والله إلى حد الآن ما زلت ما نعرفش معناتها تبدلت برشا معطيات دونك كيما النجم نكمل كيما النجم ما نكملش. شنو اللي تبدل حسني؟ 50-50. شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل؟ ألعاب أولمبية ما تنجمش تضيعها زاد. صحيح. باهي نحكيو شوية على البطولة التأهيلية حسني. ظهر المنتخب التونسي أثبت أنه مسيطر إفريقيا في البريود الأخرى قدم مردود كبير خلينا نتأهلوا للأولمبياد. ايه الحمد لله معناتها كما برمجنا اول سيزون معناتها نتاع ليكيب ناسيونال اللي هي البطوله الافريقيه والدوره الترشيحيه للاولمبياد. بدينا بالبطوله الافريقيه اللي صارت في تونس والسيف كملنا توا في مصر بالدوره الترشيحيه. ما كانتش سهله الحق معناتها نعرفوا معناتها دورة ترشيحية صارت في مصر دونك مش سهل باش تفوز بها. دونك الحمد لله اللي كنا مركزين معناتها خاصة وما تخنيش في الحكاية نتاع لي بروفوكاسيون الواحد دونك الحمد لله اللي فزنا بها وترشحنا للأولمبياد هذيك الأهم. حسني منتخبنا ديما متألق افريقيا لكن على المستوى العالمي نلقاو شويه صعوبات. نجم نطمح حاجه في الاولمبياد هذا؟ شنو اهدافنا بالضبط؟ والله شوف هو كأي دوره معناتها سواء اولمبياد سواء بطوله عالم صحيح افريقيا توا مسيطرين تنجم تقول لكن عالميا مازلنا ما وصلناش للمستوى اللي معناتها المطلوب منا انه نكونوا فيه في البطولات هذية. ما نعرفش الخدمة تجي بالاحتكاك بالفرق الكبيرة المباريات التمارين معناتها المعسكرات معاهم هذاك اللي ينجم يخلينا أن نوصلوا نلعبوا معاهم وإن شاء الله معناتها إن شاء الله في الأولمبياد هذية إن شاء الله نوريو وجه مغاير للبطولة العالم اللي عملناها في اليابان. عندنا الوقت باش نحضروا عندنا الوقت باش نعملوا الاستاج نتاعنا لبرا عندنا الوقت باش نلعبوا مباريات وديه وان شاء الله معناتها نقدموا مردود باهي ونقدموا وجه طيب. تك صحة حسني بالتوفيق ليك وللمنتخب في بقيه ليزيشيونس القادمين واولهم اكيد الاولمبياد الجاي. يعطيك الصحة بارك الله فيك عايشك. زلنا متواصلين في زون ميكس حتى للخمسة بتاع العشية. فاصل مع الموسيقى وبعد باش يكون معنا بالتليفون العضو